لكل جريمة مفتاحها تقنيات عالية الدقة ومخبر متنقل إلى مسرح الإجرام، آخر الوسائل التي تعززت بها الشرطة العلمية لأمن ولاية تيباس. لدينا حقائب بيولوجية، كما لدينا محطة متنقلة بيومترية خاصة برفع البصمات للأشخاص وكذا الجثث، بالإضافة إلى وجود حقائب خاصة بالكشف عن الأوراق النقدية المزورة وكذلك الوثائق المزورة، حقيبة خاصة بالكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية. التدخل في حالة الإخلال بالنظام العام، الاحتجاجات أو الشغب في الملاعب، مصالح أمن وحدة حفظ النظام العام 117 بفوكا تتحدث عن كل هذا مع صحفي قطاع الأمن خلال زيارة نظمتها المديرية العامة لجهاز الشرطة. هذه الأجراف أو كشفة الأضواء التي تستعمل في حالة الإخلال بالنظام العام في الفترات الليلية، تعملوا لطوبومب قبل ما تستعمل الكوموندو دونيتي ولا شيف ديسبوستي اللي يكون فماك أول شخص يتعرض للقف بهذه المياه. سيارة بقارئ آلي كفيلة للتوصل إلى المركبات المسروقة وحتى الأشخاص المشتبه فيهم أو المتابعين. شوفوا شاشة الحاسوب تابع للنظام الآلي هذا. هذه شاشة في أي سيارة تمر تقرأ رقم لوحة الترقيم تاعها. في حالة تطابق لوحة الترقيم مع المعطيات التي يتم إدخالها يومياً بشكل مستمر لمتابعة المستجدات، تقوم بإشارة تنبيهية وتعطينا صورة للسيارة هذه مع لوحة الترقيم وأيضا سبب البحث عنها. فرقة البحث والتدخل بياري لدحر الجريمة بأنواعها، وفرقة الحراقين للتدخل في حال التبليغ عن وجود قنبلة، عناصر فاعلة في الميدان. نوتر دومين حنا تاع الخدمه تاعنا سي جينيرالمون سي لي كريم اورغانيزي، كيما ديرنييرمون انا في خدمنا اون افير وين اون ريكوبيري 73 فيكول فولي، يعني كانت برسك اون في 24 ولايه برسك. احيانا يعيطونا على وجود قنبله في اماكن معينه، حنا واش علينا ننتقلوا فورا الى عين المكان ونديروا المعاينه الميدانية تاعنا. جهاز الشرطة الجزائرية تقدم وتطور لدحر الإجرام واستتباب الأمن والسكينة. Thank you.